بعد الفصل الاخير من جوجيتسو كايسن علامات استفهام كتيرة جدا بيتم طرحها. ايه اللي هيحصل ليوتا؟ هل سكون هيكمل معنا لنهاية القصة وهو اللي فعلا هيفعل اندماج اليابانيين مع تنجن؟ وهل فعلا سكون بدأ يتطور وممكن يتعاون مع يوشي في وقت من الاوقات؟ ازيكم يا جماعة، معاكم نرد الانمي. بعد الفصل الاخير انا متأكد ان كلنا متحمسين، وواضح كده ان الفصل اللي جاي هو اللي فيه المفاجأة اللي خلت المحرر يتصدم، وواضح ان في حدث كبير هيحصل الفصل اللي جاي. فلذلك في الفيديو ده حابين نتكلم عن شوية نظريات وكلام الفانز بيتكلموا عنها هنا وهناك كده، ونقول رأينا عنها، وفي نفس الوقت برضو نقرأ تعليقاتكو اللي قلتوها لنا وتنبؤاتكو للأحداث اللي ممكن تحصل في الفصول اللي جاي. فبتنسوش تكونوا مشتركين معانا عشان يوصلكوا كل جديد عن اي حاجة مثيرة في جوجيتسو كايسن، وعن حاجات كتيرة جدا هتعجبكو في عالم المانجا والانمي. وما تنسوش تصلوا على النبي طبعا، ويلا نبدأ على طول. بعد قتال كوجو وسكونة الملحمي اللي انتهى في الاخر ان كوجو مات وخلى سكونة ما يقدرش يفعل او يوسع المجال بتاعه، شفنا كاشيمو بيتدخل وفي فصل واحد بس بيجبر سكونة انه يرجع للهيئة الكاملة بتاعته، ولكن بيموت برضو كاشيمو. بعد كده هيجوروما بيجي وبيكون هو السبب في اختفاء الاداة الملعونة بتاعت سكونة، وبيموت برضو. ودلوقتي احنا داخلين على الجولة الجديدة، يوتا ضد سكونة. لو فاكرين في الفصول اللي فاتت كنا بنتكلم ان ايوه سكونة لازم يموت عشان الفيلن الاساسي هو كينجاكو، ولازم نشوف خطة اندماج اليابانيين مع تنجن، وكلنا كنا تقريبا عارفين ان في وقت من الاوقات او اغلبنا سكونة لازم ينتهي. ولكن بعد الفصل الاخير اعتقد الكلام اتغير، لان خلاص سكونة بقى هو الفيلن الاساسي وكينجاكو مات تقريبا بنسبة 80%، والرغبة اللي هيتم توريثها اللي كان بيتكلم عليها كينجاكو قبل ما يموت راحت لسكونة رسميا، وهو اللي يقدر دلوقتي يفعل اندماج اليابانيين مع تنجن. واتوقع ان احنا في مرحلة لازم نوصل فعلا ان الاندماج ده يحصل عشان القصة تنتهي، فده معناه ان سكونة هيكمل معانا لكتير جدا وبشكل اكيد. فلذلك ما نقدرش نقول ان القتال ما بين يوتا وسكونة هيكون الاخير ويوتا ينتصر. الموضوع خد ابعاد تانية تماما بعد اللي حصل في اخر فصل. يوتا طبعا شخصية تقيلة جدا، والقتال انا متأكد انه هيكون جبار جدا، وممكن نشوف سكونة نوعا ما بيطور مستواه او بيظهر حاجة اقوى من اللي شفناها ضد هيجوروما او يوجي. وعلى فكرة بس وانا بتكلم كده افتكرت ان يوجي طول الوقت ده ما عملش الحاجة الكبيرة، او ما ظهرش بقى الحاجة اللي احنا منتظرينها، ايه اللي حصل لايده، ايه هي تقنيته الحقيقية، وكنا مفكرين ده هيظهر قريب جدا، ولكن واضح انه لا، الموضوع مطول لسه. والمفروض كنا ندخل على يوجي دلوقتي، جالنا يوتا من مكان تاني خالص، فلذلك شكله برضو ان الكاتب محوش يوجي للنهاية خالص والاندماج اللي شكله هيكون قريب. فلذلك في نظرية نوعا ما كان بيتم طرحها زمان، ولكن كانت بتبقى سخيفة جدا، والصراحة انا كنت لما بشوف اي حد بيقول كده كنت بقول مستحيل جدا، وهي بكل بساطة ان سكونة يتعاون بشكل من الاشكال مع يوجي والبقية ضد اللعنة الكبيرة. قبل ما نشوف الفصل الاخير والفصول الاخيرة النظرية دي تم طرحها، ولكن كنت بقول ايه اللي هيحصل، يعني اكيد سكونة هيسحب عليهم ولا سكونة هيكمل معانا ليه اصلا الفترة دي كلها. ولكن دلوقتي النظرية دي بقت اقوى شوية وناس بتتكلم اكتر، خصوصا بعد الفصل الاخير اللي يعتبر بالنسبة لشخصية سكونة وتفكيره فعلا كان فصل جميل جدا، بيوضح لنا ازاي سكونة بيفكر وازاي دلوقتي بدأ يشوف يوجي من منظور مختلف، وممكن ده يتغير برضو مع الوقت. فلو بكل بساطة احنا شفنا ان سكونة كان بيتفلسف نوعا ما برضو في الفصل بتاع كاشيمو، وبيعرض وجهة نظره عن الحب، وبيقول ان مستحيل حد اصلا يعلمني ويعرفني يعني ايه حب. فلو هو هل ممكن ان سكونة بعد كل السنين دي وبعد كل المعارك والناس اللي موتها يبدأ يتغير، خصوصا ان الفصل الاخير بدأ يتساءل ويقول انا ليه حاسس بالمشاعر دي، هل انا زعلان عشان هيجوروما مات مثلا، انا قتلت كتير قبل كده فليه بحس بالمشاعر دي لاول مرة. وبرضو اول مرة يقف كده ويمدح يوجي ويقول لو في حاجة واحدة بس هو ممكن يقارعني او يكون زي فيها، هو انه مش بيستسلم ومش بيتخلى عن مثاليات. اي نعم شفناه برضو بيقرر ان هو عايز يموتهم كلهم، ولكن دي حاجة ظهرت لينا الفصل ده، الفصل اللي جاي الفصل اللي بعديه كذا حاجة تبدأ تظهر كده بالتدريج، ونبدأ نشوف ان سكونة بيبدأ يكون فكر مختلف عن الفكر بتاعه دلوقتي، ونشوف انه مثلا هيوصل للفكر ده بعد ما يعمل الاندماج ما بين اليابانيين وتنجن، ونشوف بقى الكارثة الكبيرة، وممكن بقى نشوف اتحاد سكونة
مع الابطال بتوعتنا، اللي هو حاجه مختلفه وغريبه انا عارف، وما تناسبش شخصيه سوكونا اللي احنا شايفينها دلوقتي. ولكن حبيت اقول ان ايوه كان في ناس بتتكلم عن النظريه دي، ونقدر نقول ان هي بقت اقوى خصوصا بعد الفصل اللي فات، فما نعرفش ممكن ده يحصل فعلا. بالنسبه بقى لعوده كوجو، ايوه الكاتب عمل حاجه اللي هو لو رجع كوجو نقدر نقول ايوه منطقي شويه، وتم التلميح ليها في الفصل الاخير. ولكن انا مشكلتي ان عوده كوجو دلوقتي ما اعتقدش ان هي مناسبه، ما اعتقدش ان هي هتخدم اللي سوكونا عايز يعمله ولا الكاتب عايز يعمله مع سوكونا اصلا، لان زي ما قلت لكم دلوقتي احنا في اتجاه مختلف تماما. اعتقد ان احنا مش هنشوف سوكونا بيموت الفصول اللي جايه، فلذلك مفيش داعي لعوده كوجو، او على الاقل دلوقتي في الاحداث اللي احنا فيها دي ممكن يرجعوا بعدين ويبقى منطقي طبعا، ولكن دلوقتي الصراحه انا مش شايفه مناسب جدا. خلينا نشوف بقى شويه من نظرياتكم وكلامكم اللي قلته لنا في الكومنتات قبل كده. وبالمناسبه انا كنت عامل تصويت من يومين او 3 ايام كده عن ايه التنبؤات كل اللي هيحصل في الفصل اللي جاي ما بين يوتا وسوكونا، والتصويت جاب تقريبا 15000 واحد و 15000 صوت، وده كتير جدا. وبنسبه كام؟ خلينا اشوف، بنسبه 86% بيقولوا ان سوكونا هو اللي طبعا هينتصر ويوتا هيتقسم نصين، ونسبه 14% يوتا هو فعلا اللي ممكن ينتصر في القتال ده. والنسبة دي كبيرة يا جماعة، ان المفروض النسبة تكون 100% لسكونة بعد كل الكلام اللي بنشوفه، ولكن لسه في ناس عندها امل، وفي ناس بتقول فعلا ان يوتا ممكن يعمل حاجة، ونسبة 14% من 15000 تعتبر كتيرة. ولكن هي نفس الفكرة دلوقتي، لو الكاتب فعلا موت سكونة فخلاص ما القصه انتهت. فين اندماج اليابانيين مع تنجن؟ فين كينجاكو؟ ما كينجاكو خلاص ودع الملاعب. فلذلك سوكونا هو بقى الشخصيه الرئيسيه او الفيلن الاساسي عفوا، فلذلك انه يموت دلوقتي لا، الموضوع اتضح لينا ان هو لسه مطول، الا لو حصلت حاجه بقى مجنونه جدا الفصل اللي جاي وشفنا مثلا ان كينجاكو بيرجع بطريقه غريبه، وما اعتقدش انه ممكن يرجع بعد ما خلاص هو دلوقتي اللي بايده انه يعمل الاندماج. فلذلك سوكونا لسه مش هينتهي الفصول اللي جايه، ولسه مطول جدا، وممكن يكمل معانا لغايه اخر السنه دي، واللي هي الكاتب بيقول انه عايز ينهي القصه في 2024، ما نعرفش امتى بالظبط، ولكن ممكن تكون في نهايه السنه دي. المهم KM4KK بيقول حاسس ان الكاتب بيفضي ساحه ليوجي وسوكونا فعلا، لان برضه ان هو ساحب على يوجي تماما لغايه دلوقتي، ده يعرفنا ان هو لسه مخبي حاجه كبيره جدا عايز يوجي يعملها، لان هو الشخصيه الرئيسيه يا جماعه، يوجي هو الشخصيه الرئيسيه. فلذلك لسه الكاتب مخبي البيج ديل بقى، او اللحظه الايقونيه بتاعته مخبيها لبعدين، وبيخلينا نشوف ايه اللي بيحصل ما بين الشخصيات دلوقتي. فوارد جدا طبعا تكون النهايه خالص هتكون ما بين يوجي وسوكونا. في واحد هنا بيقول لنا ان اتوقع يوجي هو اخو سوكونا وواجهه قبل كده، المفروض مش اخوه بقى، المفروض سوكونا مثلا يعتبر عم يوجي، وهي دي النظريه الكبيره اللي تم طرحها. لان اللي مش عارف ان سوكونا اسم سوكونا اصلا مقتبس من اساطير اليابانيين والميثولوجيه اليابانيه وكل الكلام ده، كان في فعلا اسطوره اسمها سوكونا، وسوكونا ده كان عنده اخ بجد، وسوكونا ده موت اخوه التوأم، دي اللي هي الاسطوره بتقول كده بجد. فلذلك النظريه دي تم وضعها ان ايوه سوكونا كان عنده اخ وهو موت اخوه، واخوه ده بقى كان مخلف الجد يوجي وابنه ولغايه ما رحنا ليوجي، فلذلك بشكل من الاشكال سوكونا يعتبر عم يوجي، واللي هي نظرية قوية وممكنة، وممكن تلعب دور كبير جدا 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 في تطور شخصية سوكونا زي ما قلت لكم في الاول، وان هو بيبدأ يفهم ويشوف العالم من منظور مختلف بسبب يوجي اللي قدامه. فممكن اول ما يربط او اول ما يعرف ان يوجي ده قريب ليه بشكل من الاشكال، ممكن فعلا نبدأ نشوف حاجات مختلفة. هنا عمرو بيقول لنا صاحب المحكمة ما مات، ايوه هو ما ماتش، لان هو ممكن يرجعوه ويعالجوه بالطاقة المرعونة العكسية، ولكن ما نعرفش ايه اللي هيحصل. هو لغايه دلوقتي المفروض ان هو ميت تقريبا ورايحين يعالجوه، فممكن نقول ان هو ما ماتش، ولكن بنسبه 70% هيعالجوه ويرجع تاني من اول وجديد، ولكن ما اعتقدش ان هيكون ليه دور تاني بعد اللي حصل، الا بقى لو حصلت الحرب الكبيره وحصل الاندماج وممكن نحتاج بقى للشخصيات. دايما بلاس بيقول احس ان نهايه الانمي راح تكون سوكونا وهو جالس على العالم المدمر اللي وراه. اوريدي اتكلمنا كتير جدا قبل كده عن رغبه الكاتب في انه ممكن يكون عايز نهايه سوداويه للعمل باي شكل من الاشكال بقى، انتصار
تكسر سكنة او اي حاجة. ولكن زي ما قلت لكم لغاية دلوقتي المؤشرات كلها مش بتدعم ان فعلا النهاية بتكون سوداوية او مش دي الحاجة المناسبة للاحداث دلوقتي. ممكن تحصل حاجة مختلفة ولكن ما اعتقدش ان ده توجه الكاتب دلوقتي. اياد بيقول لنا اتوقع ان ريكا هتخون يوتا عشان ملكة اللعنات وملك اللعنات بقى وكده. مش عارف الصراحة، هسيب لكم التعليق انتو. وفي كام كومنت كده بيقول بقى ان الصدمة اللي كنا بنتكلم عليها والمحرر كان بيقولها ان الفصل اللي جاي يوتا هيموت ممكن، والصراحة دي هتكون صدمة بقى السيلة لان الشخصية ليها تأثير كبير زي يوتا كده ان هي تموت فعلا من سكرة بمنظر مرعب بقى. دي نوعا ما هتكون حاجة فعلا قاسية جدا وممكن تلعب في تغيير الاحداث بشكل كبير، فوارد جدا ليه لا، والصراحة هتكون حاجة حلوة برضو، حلوة في الاحداث مش حلوة ان يوتا يموت طبعا. وفي كام كومنت برضو بيقول ان مش لازم فعلا يحصل الاندماج ما بين اليابانيين وتنجن، مش لازم تكون دي النهاية، ممكن يكون ده بس الخطة الاساسية بتاعت سكنة ولكن يتم منعه دلوقتي ويقتلوه ويمنعوه من الوصول للهدف ده، فلذلك القصة تخلص هنا. ولكن هل هنفضل مستمرين في قتال سكنة من هنا لغاية الفصل الاخير اللي ممكن ينزل في اخر 2024؟ هل فعلا القتالات هتطول طول الفترة دي مش هتكون في احداث تانية؟ ما اعتقدش صراحة، فلذلك انا شايف ان سكن هيفضل مستمر معانا وهنشوف فعلا الاندماج اللي بيتكلموا عليه ده. وصح يا جماعة، واحنا بنتكلم كده احنا نسينا اصلا هاكري بيعمل ايه ولا ايه اللي حصل له في وسط الفوضى دي؟ هل ممكن يكون قضى على يورامي ودلوقتي هيتدخل مع يوتا ويبقى قتال اسطوري جدا لو يوتا وهاكري ويوجي ضد سكنة والمجموعة كلها بقى تشوسو وكوساكابي؟ تكون حاجة كبيرة وحلوة الصراحة، لان لما يبقى عندنا كل الشخصيات دي ده ممكن يدفع فعلا ان احنا نشوف سكنة بيظهر نوعا ما نسبة من قوته الكاملة او يدخل بقى في مود جد جدا كده، فلذلك ده هيكون شيء جميل. الاشياء اللي انا خايف منها يا جماعة، انا برضو لسه متخوف ان نهاية العمل بعد كل ده تكون تسليكية او مش حلوة، لان صدقوني مانجا جوجيتسو كايسن اوريدي عرضت لينا حاجات جميلة ولكن النهاية بتاعتها مهمة جدا، خصوصا في العمل ده احنا مستنيين النهاية وعايزين نعرف النهاية هتكون ايه، فلذلك اتمنى ان نهاية العمل تكون كويسة والكاتب ما يلبخش في الاخر، لان احنا عارفين كتابة النهايات دايما تكون صعبة. ولكن المحرر قال ان الكاتب جيجي اوريدي اصلا محدد نهاية العمل، فده ممكن يدينا انطباع ان هو عارف هو بيعمل ايه. برضو خايف ان هو يسحب على يوجي زيادة عن اللزوم وما يخليش لي الاثر كبير باي شكل من الاشكال بقى، سواء سوداوي سواء انه يطحن سواء انه ينتصر اي حاجة، ولكن انا خايف ان هو ما ياخدش اللقطة وما نشوفش فعلا هو ليه الشخصية الرئيسية في الاحداث الاخيرة اللي احنا بنتكلم عليها دي. ولكن نوعا ما انا مستعجل جدا، القصة لسه مطولة والقتال لسه مطول جدا، فلذلك لسه اكيد الكاتب هيرجع ليوجي بعدين. فاسف لو طولت عليكم ولكن ده نظام فيديوهاتنا، دايما بعد الفيديو الاساسي يوم الاربعاء بعد الفصل بنحب نعمل كده فيديو خفيف اطلع كده وش الوش واكلمكم ايه رأيي واشوف نظرياتكم وايه النظريات اللي مجتمع جوجيتسو كايسن بيتكلم عليها، فيديو خفيف دردشة بكل بساطة كده، ولكن صراحة بحب الكلام ده. فقولونا ايه رأيكم في الكومنتات، ولو ليكم اي تنبؤات او انطباعات تانية قولولنا تحت في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو وما تنسوش لايك سبسكرايب شير، الكلام ده بيفرق جدا. شوف الفيديو ده لو عايز تشوف الفصل بقى كامل بالتحليل الكامل، او شوف الفيديو اللي هيرجحهولك اليوتيوب دلوقتي. شكرا ليكم، وكان معاكم نرد الانمي.